الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ما هي المسافة الشرعية التي تستلزم وجوب صلاة الجمعة؟ يقول: يوجد مجموعة من الشباب يعملون في مزرعة بعيدة عن أقرب جامع في البلد، قرابة 25 كيلو، والطريق ممهد ولديهم سيارات، فما حكم صلاة الجمعة في حقهم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لقد أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة من جملة شعائر الإسلام الظاهرة، وأنها من فرائضه العظام، وقد جاءت الأدلة بذكر الوعيد على تركها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. فإذا كان الإنسان يسمع النداء فالواجب عليه أن يحضر إلى صلاة الجماعة، سواء أكانت جمعة أو غيرها، فصلاة الجماعة واجبة على كل رجل مستطيع يسمع النداء. وقد دل على وجوب صلاة الجماعة الأدلة الكثيرة. وأما شأن الجمعة فهو أعظم، فإنه يجب حضور الجمعة وشهودها حتى على من لم يسمع النداء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المسافة المقدرة التي توجب على العبد شهود الجمعة، فمن أهل العلم من قيدها بسماع النداء، وهذا فيه نظر، ومنهم من قال: إن كان بينهم وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ، أي 3 أميال، فإذا كان بينه وبين المسجد الذي ستقام فيه الجمعة أقل من فرسخ، أي 3 أميال، فإنه يجب عليه شهود الجمعة، وأما ما زاد على ذلك فإنه لا يلزمه. ومن أهل العلم من وسع الدائرة فقال: يجب شهود الجمعة على من يمكنه أن يذهب إليها ثم يرجع إلى أهله قبل الليل. وقد حكاه الإمام ابن المنذر عن جمع من الصحابة كابن عمر وأنس وأبي هريرة ومعاوية، وعن جمع من التابعين أيضا. وبناء على ذلك، فإذا كان الإنسان يجد الوسيلة التي يذهب بها إلى مسجد الجمعة فالواجب عليه أن يأتي إلى صلاة الجمعة، ولا ينبغي له أن يتساهل في شهودها، فإنما هي فريضة واحدة في الأسبوع كله، فعلى الإنسان أن يتجشم للمجيء لها المصاعب، وأن يذلل في طريق حضوره المتاعب، وأن يستعين بتلك الوسائل التي لا يخلو منها بيت في الأعم الغالب. فلا ينبغي للإنسان في شأن الجمعة أن يبحث عما يرخص له عدم المجيء، بل عليه أن يأخذ بالعزيمة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإذا كان بيته بعيدا عن مسجد الجمعة ولكن عنده من الوسائل ما يأتي به إلى المسجد ويشهد صلاة الجمعة مع إخوانه المسلمين، فلا جرم أنه يجب عليه استخدام هذه الوسيلة. فإذا يقال في شأن شهود الجمعة ما لا يقال في شأن شهود صلوات الجماعة في الفرائض الأخرى لعظم صلاة الجمعة، والله أعلم.